بسم الله الرحمن الرحيم. بلدة الجيزة المحررة، تحرير حاجز الساحة. هذا هو الحاجز الذي حرره أبطال الجيش الحر يعني بجهود بذلوها واسعة جدا وقوية، ولله الحمد تم تحريرها بشكل كامل. على الطاغية ولله الحمد رجعت سالمة غانمة إلى دورها بعد أن تم تحريرها بشكل نهائي. هنا كان عساكر بشار أسد المجرم يتربعون ويقلصون ويرتكبون كل ألوان الإجرام والإرهاب. انظر ماذا هذا الحادث الذي حرره الجيش الحر. احتلوا هذه المحلات واحتلوا هذه البيوت وخربوا البلدة بشكل إجرامي وبشكل بشع، لكن عناصر الجيش الحر كانوا لهم بالمرصاد وحرروا كل البلدة. الله أكبر ولله الحمد. يعتقدون أن بشار الأسد الأبد وأن ولائهم للأسد سيفيدهم، لكن هذا لا يجدي نفعا. الولاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والنصر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فأكرم الله الجيش الحر بالنصر. انظر هنا كان حاجز الساحة، تم تحرير حاجز الساحة بجهود قوات الجيش الحر. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. انظر ماذا كانوا يكتبون على المسجد هؤلاء الأوباش. الله مع الأسد، الأسد أو لا أحد، الأسد أو نحرق البلد. انظر ماذا يكتبون هؤلاء الأوغاد المسلمون. ذلك أيها الرشاش، نحن ذكرانا، نحن رجال الأسد والموت يخشانا، فلله الحمد ماتوا جميعا في هذا الحجر. كذبوا الموت يخشانا وماتوا جميعا. انظر ماذا يكتبون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعتقدون أنه لا الأسد أو لا أحد، عقيدة كفر، عقيدة ضلال. الكفر كله ملة واحدة، والله سبحانه وتعالى أكرمنا أن كل عناصر هذا الحاجز ماتوا جميعا. هذا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، يكتبون عليه كتابات رديئة، لا حول ولا قوة إلا، لكن لا تكون في النهاية إلا مشيئة الله وإلا عناية الله وقوة الله جل جلاله. الله أكبر.